كتير مبسوطة بهالشوت لأنه أول شيء بحاجة هيك لقلو شوية هيك خوف تغيير شوية كمان طبيعة وفلاورز لاحظت كتير فيه وألوان وأشياء جديدة ولوكس أول مرة بطلع فيهن. بيقولوا Mother Nature الطبيعة هي أم كتير مناسب جوه مع نفسيتي مع المرحلة اللي عم بعيشها حاليا. ولأنه هذه أول فوتوشوت لها بعد ما صارت أم اختارت ستايلست سارة كيروز أنه تعتمد كونسبت جديد بإطلالات ريتا. هذا أول شوت لها مع ما ولدت فهذا الشيء كتير إيموشنال وبيعني لها كتير أكيدة وبنفس الوقت بدنا ننقي لها ستايلز ملائمين لجسمها هلأ من هيك هالمرة بكل الستايلز كنت عم فكر شو اللي مريحها أول شيء وتاني شيء شو اللي بيطلع أحلى شيء أكيدة وشو بيطلع على الموضة. بالتياب رحنا أكتر صوب القصص الأبيض لنفرجي الزهور بألوانهم وفي ألوان كمان الفاتحة مثل الزهر الباستيل أو الأخضر الباستيل صوب فاتوا شوي الألوان حتى عنا one of the looks في عليه نقشة الفلاورز رح تشوفوا كمان بهذا السيزن قدي البرنت الفلاورز على الموضة صوب فوتني كمان عنا بالشوت. فثيم الورود كان طاغي على الفوتوشوت اللي شفنا فيها ريتا بثلاث لوكات متنوعة. حلو بريتا أنه ريتا بتتلون يعني قدي بتتلون بالدور وقدي بتلعب الشخصية بس ما فيك ما تحس البساطة بالتأدية الدور يعني كتير طبيعية. فبما أنه في عندها تلون بالشخصية ونحن اليوم مقدمين على موسم الصيف فاليوم عم نحتفل مع ريتا بالورد ورح يكون في ألوان متدرج يعني حنبلش بالخفيف ومثل الصيف سيدي تلون بكذا لون. فكان اللوك الأول بأوتفت أبيض مزخرف بكالورفل فلاورز أما اللوك الثاني فكان متشور أكثر مع الألوان السماوي والأخضر الباستيل والنهاية كانت بفلورال توب أسود وبينك بس التركيز كله كان على ملامح وجه ريتا. اليوم عم نسوي ريتا بيوتي شوت لأنه ريتا مش بس عندها هذا الجمال العربي عندها كمان نعومه بوجهها عندها هذا الميكس اللي ما كتير منشوفه اللي هو فيتشرز كتير قوية وكتير عربية بس بنفس الوقت في عندها نضارة ونعومه كتير بوجهها. وريتا حريصة على إبقاء جمالها الطبيعي ورافضة تماما فكرة عمليات التجميل. كل حدا عنده شيء بيميزه بجماله وعم نستفيد بقى هالأشياء قد ما صايرين صاير في شبه بين كل الناس تستفيد تشوفي مثلا بنت عندها شيء منخار نتف كبير أو أنا السن طالع من هون طب هولي إشياء قد ما أوتنتيك نشتقلون. لو أنا مثلا يمكن لعبت بوجهي واشتغلت بحالي ما بعرف بعتقد ما كنت يمكن دخلت سينما الأوروبية أو بلشت أشتغل لأن ما بتشوف كتير هالشي بأوروبا وبأمريكا لأنه بيفقد الواحد شوي بمصداقيته. ويمكن ريتا تغير رأيها بس هالشي ما حيكون anytime soon. Never say never. بكرة بتحطي لي هالانترفيو بأنا وصار عمري 60 سنة بتقولوا ليكو شو قالت ما بعرف. كل شيء بوقته بس أنا كتير مبسوطة بهالتيل الجلو النظارة اللي عطيني إياها ابني لأن بحس حبالي كمان حتى بحبالي كنت أكتر فترة مبسوطة فيها بحالي بوجهي بكل شيء. كل فترة من الحياة فيها شيء حلو بدي هيك to embrace it يعني.